دكتور محمد، أثر يعني خلينا نقول ردات الفعل اللي قد تصير من الوالدين على سلوك الأبناء في تغيير سلوكهم، يعني مثلا الابن أنت شفت فيه مثل ما ذكر الدكتور محمد أنه والله أنا أبغاه مني نسخة طبق الأصل، هل ردات الفعل مبالغ فيها قد تسبب منحة آخر أو ردة عكسية بالنسبة للابن؟ أولا من الخطأ أن نطلب أن يكون الابن نسخة من أبيه، بل فعلا سيء جدا أن يكون جميع أبنائك نسخة من أبيه. نعم. وأعتقد في مقولة لعمر رضي الله عنه إن لم أخطي: لا تقصروا أبناءكم على أخلاقكم فأنهم خلقوا لجيل غير جيلكم. حقيقة سلام. فعلا أن لا نقصرهم على أخلاقنا، لكن ننير لهم الطريق. حقيقة الأبناء أكثر ما يتعلموا بالقدوة، ولعلنا نذكر مقطع لعلكم رأيتموه، ذلك الرجل الذي ذهب إلى المسجد في سنك يا أستاذنا الكريم، ومعه ابنه عمره 2 إلى 3، ومعه والده طاعن في السن. فحينما خرج من المسجد هذا الأب ألبس والده حذاءه، فقام الصغير وعمره لا يتعدى 2 أو 3، أخذ حذاء والده من الدرج ثم وضعه تحت أقدام الوالد. والله بكاني هذا المنظر. هنا التعليم بالقدوة، لم يقل له والده لبسني حذائي، وإنما حينما رأى والده يلبس حذائه لجده عرف أن هذا واجب عليه. هذا التعليم بالقدوة. أذكر من ذلك في بداية عملي للصالون أو في بداية طلوع ابنائي الله يحفظهم الأربع الأوائل، وكانوا صغار سن، وكنت أخذ من المسجد، حتى كانوا يقولون بعض الجيران اللي يعرفوني: إحنا نراك الجمعة لابس بلشت واثنين أطفالك يمينك واثنين يسارك. ما كنت أعلم أن أحد يتابعني حقيقة، لكن لعلها كانت فائدة. أتذكر زملائي إذا زاروني، كان عندنا جلسة، كان عندي زملائي أسبوعيا تقريبا، زملاء العمل نجتمع وكلهم جمعيين وكلهم ما شاء الله أفذاذ ومن قبائل شتى مناطق المملكة المختلفة، فكانوا يشيدون بتعامل أبنائي معهم خصوصا فيما يتعلق بالضيافة وإكرام الضيف، علوم المرجلة. علوم المرجلة أنا دون أن أشعر حقيقة، لكن حينما أشاهدوا بها علمت أن ذلك قيم تعلمها الأبناء من أبائهم، ربما لأننا أبناء قرية، ربما لأننا يعني يجب في البيئة هذه نعلمهم يعني إكرام الضيف. فبالتالي حقيقة الابن يتعلم من والده بالقدوة أولا وبالدعاء له ثانيا، ولا ننسى والدته عشان لا يزعلون الأمهات جدا، أصل كلمة الوالد مذكر ومؤنث، الوالدين. نعم. والابن يتعلم من أمه أكثر ما يتعلم من أبيه، خصوصا في بداية حياته، بداية حياته اللي هي مرحلة من يوم يولد، من يوم يولد من 2 إلى 15 سنة يتعلم من أمه أكثر ما يتعلم من أبيه، لكن أبيه بعد ذلك. ما شاء الله. نعم الحمد لله. جميل. دكتور، الحين في بعض المجالس يعني خلينا نقول في فجوة ثقافية في ضيافة الضياف، يعني صدقت سلوم وعلوم القهوة على سبيل المثال، وطلعت إعلانات لو تشوفونها في وزارة الثقافة قبل فترة، صب الفنجال ومدري وش والضيف الأول، لها مسميات يعني. فهل المجالس هذه تعزز الثقافة والتراث بشكل يعني مثل ما قلت بالقدوة؟ بالتأكيد مجالسنا تعلم الأبناء، لكن عندنا فجوة زي ما قلت، إذا كانوا الأبناء لا يحضرون هذه المجالس كيف يتعلموا؟ يا سلام عليك، صار يطلعون لهم إعلانات عشان يشوفون. والله العظيم صار يعني بعضهم ربما من مجلس والده لا يراه إلا بعد ما يراه في اليوتيوب، فيقول أريد أن أحضر الجلسة القادمة لأني رأيت في الجلسة الماضية كذا. فمثلا إحنا عندنا الجلسات الشتوية نظام الشب شبة ومشب ودف هذا الله، فالقهوة تعملها بنفسك في نفس الوقت، بنفس الوقت تعملها، فلها طعم غير ولها مذاق غير ولا، فحقيقة الأبناء يحبونها الأجواء هذه. صح. إيه، لكن ربما بعضهم لا يتجرأ أن يعملها بنفسه لكن يتعلمها. أذكر أني ضفت رجل يعني من أقاربي، ورجل يشار له بالبنان في حفر الباطن الله يعافيه إن شاء الله، سنة تعدى 80، يقولون أبناءه سحلي على وياه، يقولون أبناءه هذا الرجل لا يعمل قهوة للضيوف إلا هو بنفسه، وعمره تعدى 80 عام، متعود في هالمشب تخبر نظامها للشمال شبه يزين قهوته بروحه، يزين قهوته للضيف. أنا جيته وأنا أعتبر من أصغر أبنائه، سوى قهوته بنفسه وقهواني من يده. الله أكبر. والله العظيم إنه يعني هذا الفنجان يمكن ما تنساه طول حياتك. ما أنسى أبدا. طبعا الكلام هذا قبل 4-5 سنوات، سألت عنه العام وقبل العام في زيارة حفر الباطن، قالوا أنا لا يستطيع صحيا
لكن لا زال زرع البصمة، لا زال يعتقد أنه يعني هو سيد الموقف. الله أكبر. فمثل هذا الرجل أكيد زرع في أبنائه، زرع في محيطه، في بيئته اللي حواليه. لكن دعونا من خلال هذه القناة نرسل رسالة لأبنائنا، احضروا مجالس الآباء وتوارثوا منهم المرجلة مثل ما تفضلت، علوم الرجال، تصليح القهوة، كرام الضيف، تبادل الحديث، يعني آداب الحديث. آداب الحديث. دعنا نعرج على الجانب النسائي مثلا. كان زمان كانت البيوت إذا فيها بنت أو بنتين في سن الزواج أين تعرف؟ من ضيافة الضيوف، من ناحية، ومن ناحية أخرى تعرف في أثناء حفلات الزواج، يزورها حفلة الزواج صحيح متزينة ثم تلعب. صحيح. ثم تدري العائلة الفلانية أن عائلة الأستاذ عبد الله عنده بنت في سن الزواج، ليه ما نتقدم نخطبها لولدنا؟ اليوم بنات اليوم للأسف لا يذهبن إلى قصور الأفراح ولا يحضرن مع أمهاتهن، وهذه مشكلة أنا أعرضها الآن أمام المجتمع السعودي. في ذهاب البنت إلى قصور الأفراح وحضورها مناسبات النسائية تسويق للفتاة حتى تتزوج سبحان الله، أو حتى تخطبها أمهات الأباء في ظل الإغلاق العائلي، في أن البيوت ما حد يدري فيها سبب. نعم تمام. لكن هذا من جانب القسم النسائي. أما من جانب الرجال فالشباب إذا لم يجلسوا مع أبائهم ويشوفوا كيف الناس يتبادلوا الحديث، كيف يقدر الكبير، كيف يقدر الضيف، كيف يكرم الضيف، كيف يدار الحوار، كيف يدار الحوار، كيف يكرم الضيف ولا يقوم أحد قبله على الطعام، ولا يقوم أحد يعني ويعطى أولوية في صب الفنجال وفي القهوة وفي الحديث، والأهم من ذلك كله كيف يدار الحديث في مجلس واحد إدارة سليمة. أنا لا أخفيك سر، في صالون قصر الحمى الثقافي أمضينا عاما كاملا سميناه أدب الإنصات. والله محتاجين يا أخوان في الجيل في الوقت الحالي، كون الواحد يسأل معلي جنبه، أو تاجر يسأل مع تاجر، ومعلم يسأل مع معلم، معي ولا لا، هذا لا ينفع. نريد الحديث كما كان حديث الآباء والأجداد، رجل يتحدث والآخرين يستمعون له ويعلقون حديثه. هذا أمضينا من أجله في قصر الحمى الثقافي عاما كاملا بحديث عنوناه بأدب الإنصات، إلى نجحنا بحمد الله. يا سلام، والله كلام جميل وثري جدا دكتور محمد.